هذه اللقاءات التشاورية مع الفاعلين بجميع مكوناتهم، يعني هذا المشروع المجتمعي المتكامل أصبح من الضروري على أساس أنه الاهتمام بتكوين الشاب والحرص على تهيئة أرضية وشكل من أشكال التكوين مختلف اللي قد يعطي الفرص للأجيال القادمة إن شاء الله تلج سوق العمل وحاجياته وكل جهة خصوصياتها. عندنا برنامج تنموي يعطاه نعم علينا جلالة الملك به، أكيد لابد له من أطر عالية، إذا لابد له من مصاحبة لخلق تكوين عالي الجودة يأهل شبابنا وشاباتنا يعني تبوء المسؤولية وتدبير هذه المرافق إن شاء الله في المستقبل القريب. نتواجد اليوم بمدينة العيون جهة العيون الصخرة الحمراء في إطار تشاورات وجلسات الإنصات مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والجمعويين من أجل تحضير المناظرة الجهوية للنهوض من منظومة التعليم العالي والتحليلي والابتكار التي سترأسها السيد الوزير يوم 20 ماي 2020 بهذه المدينة الغالية. نركز على دعم الشركاء لحركة الطلبة ومنح التميز. جل الطلبة في المنطقة ممنوحة، ولكن منح التميز تكون إضافة نوعية تسمح للطالب أنه يعمل واحد المحلين التميز داخل الوطن وخارج الوطن، يمكن يعمل حركية لجامعات أخرى ووطنية ودولية. إذا نركز على التميز، نركز أيضا على جاذبية ديال التدريب. المقاولة الجهوية يجب أن تعمل معنا بشراكة من أجل خلق فرص للتدريب التي ستسمح من تكوين طلبة متميزين عندهم الشق النظري والبيداغوجي داخل المؤسسة الجامعية، ولكن الشق التطبيقي أيضا تكون هناك فرصة للعمل مع المقاولة ومع الإدارة العمومية ومع الجمعيات من أجل تكوين متوازن لطالب ينفع المجتمع وينفع المدينة وينفع الجهة. لذا نركز على دعم المنح التميز، دعم السكن الجامعي، دعم الابتكار، دعم الرقمنة، دعم التدريب لنكون في قلب الموضوع التنمية للجهة في إطار النموذج التنموي الجديد الذي سطره صاحب الجلالة نصره الله للجهات. احنا كجامعة متواجدة في 5 جهات، نركز اليوم على جهة العيون الصخرة الحمراء من أجل أن تكون الجامعة قاطرة تمشي مع القطار الكبير التنموي للجهة، وشكراً.